طيب خلينا نرجع للمثال اللي كنا نبغى نتكلم عليه، آخر مثال اللي هو نعمل راوتر اون ستيك، بحيث اني اربط الشبكات كلها على الراوتر بكيبل واحد واعرف الفيلان على الراوتر زي ما عرفتها على السويتش. ففي هذا المثال حنوصل خلينا نعمل اول شيء التصميم. فانا عندي لنفرض عندي سويتشات موزعة على ثلاث مواقع، وهذه الثلاث مواقع موصلة عليها الكمبيوترات في VLANs. فعندي هذه الفيلان الأولى، وأخذ لون ثاني، هذه الفيلان الثانية، ولون ثالث، وهذه الفيلان الأخيرة. هذه نقول فيلانتين، VLAN 20 و VLAN 30. اوكي، واحط كمبيوتر واعمل كونفيجريشن بسيط لهذا الكمبيوتر بحيث انه يكون DHCP اوتوماتيك، وانسخه حصل. اوكي، عندي الآن هذه الكمبيوترات، حأنسخها هنا. فلاحظ VLAN 10 الحمراء، VLAN 20 الخضراء، و VLAN 30 الزرقاء. حأوصل المواقع هذه أو الكمبيوترات في هذه المواقع باستخدام السويتشات. فهذا السويتش الأول، السويتش الثاني، السويتش الثالث، وأوصل الكمبيوترات مع السويتشات. ف24 بورت حقسمها إلى ثلاثة، حيطلع 8 بورت لكل VLAN، وحوصل الكمبيوترات على هذه الVLAN. فالكمبيوتر الأول حيكون في بداية البورت، والثاني في النص، حيبدأ مثلا من 9، في السويتش الثاني من 9، والفيلان الثالثة حتكون في الرينج الثالث من 17 إلى 24. أوكي، حوصل الآن السويتشات مع بعضها، وحأستخدم البورتات هذه اللي هي الجيجابيت إثرنت، حأستخدمها كترنك بورت، لذلك أستخدم الكروس أوفر كيبل. أوكي، طيب، فهذه السويتشات الآن حتوصل الكمبيوترات مع بعضها في انتر VLAN،
ولكن الفيلان مع بعضها ما حتتوصل إلا لما أوصل راوتر. فأنا حأحتاج راوتر، وبما أنه حوصل الكمبيوترات حعملها configuration automatic، فأحتاج إلى سيرفرات. هذا السيرفر الأول، الثاني، الثالث، وحوصلها كلها مع هذه الفيلان أو مع هذا السويتش عن طريق سويتش صغير. فحستخدم الموديولر سويتش هذا، لاحظ في موديولز، حركب في موديولز كم موديول حاحتاج. هنا واحد حيتوصل، اثنين، ثلاثة، أربعة، والراوتر خمسة. إذن خمسة موديول، فأختار هذا الموديول الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. أشغل السويتش وأبدأ التوصيل. حوصل أول شيء الراوتر بستريت كيبل على 1. حابدأ أوصل السيرفرات بالترتيب، 1 2 3. والآن أوصل سويتش مع سويتش بالكروس أوفر كيبل ترنك بورت. كده وصلت الأجهزة. الآن نجي للكونفيجريشن. هأحتاج لابتوب عشان أعمل الكونفيجريشن، وأوصل بالكونسول كيبل سيريال على الكونسول. الآن أبدأ البرمجة. أبدأ برمج ال، خلينا قبل برمجة السويتشات هأعمل كونفيجريشن للسيرفرات. فالسيرفرات هتتبرمج أو هنعمل لها كونفيجريشن ستاتيك، وحاقول النتورك 192.168.10 هذا، لأنه هذه الفيلان الأولى، والسيرفر حخليه 2 وخلي الراوتر 1، أوكي. والسبنت ماسك والجيتوي هو الراوتر 192.168.10.1، وأروح على السيرفيسز وأختار الدي اتش سي بي، أشغل السيرفيس وأختار الجيتوي وأقول 192.168.10.1. حيبدأ التوزيع من 3، لأنه 1 راحت للراوتر واثنين للسيرفر، فإذا متبقي 253 اي بي. نكرر هذا الكلام في السيرفر الثاني 192.168.20.2 سبنت ماسك 192.168.20.1 سيرفيس دي سي بي نفعل 192.168.20.1 هيبدأ من 3 253 192.168.20.3 نتأكد 192.168.22 اوكي. والسيرفر الثالث static 192.168.30.2 والجيتوي 192.168.30.1. والسيرفيسز نشغل السيرفيس ونقول 192.168.30.1، وحيبدأ التوزيع من 3 و253 اي بي. الآن نبدأ في الكونفيجريشن. هذا الراوتر أو السويتش الأول إنيبل كونف تي VLAN 10. عرف الفيلان أول
بعدين أبدأ أعمل assign للبورتس من 1 إلى 8، هتكون VLAN 10. بعد كده من 9 إلى 16 هتكون VLAN 20. بعد كده من 17 إلى 24 هتكون VLAN 30. بعدين هنيجي للترنك بورت، التو بورت 1 و 2 هخليها سويتش بورت مود ترنك، واقول سويتش بورت ترنك allow VLAN all VLANs. الآن كنترول زد واقول show VLAN brief. لاحظ وزع الفيلان على او البورتس على الفيلانز، واقول show interface trunk وقال لك الجيجا بت كلها trunk. نفس هذا الكلام نكرره على السويتش الثاني. enable conf t vlan 10 vlan 20 vlan 30 interface range fast ethernet 0 1 to 8 switch port access vlan 10 الان من 9 إلى 16 VLAN 20 من 17 إلى 24 VLAN 30. وبعد كده الجيجابت إثرنت 1 2 هتقول switch port mode trunk switch port trunk allow VLAN all VLANs ونعرض show VLAN brief. اتوزعت الفيلان، نقول show interface trunk والترنك شغال. الان هو نبرمج السويتش الثالث. enable conf t VLAN 10 20 30 interface range fast ethernet 0 1 to 8 switch port access VLAN 10 9 to 16 20 17 to 24 30 gigabit ethernet switch port mode trunk switch port trunk VLAN allow VLAN all و Control Z show translate هتاخد وقت، ولكن الconfiguration إن شاء الله صحيح. فنحتاج الآن نروح نعمل configuration على الراوتر. ما نبغى ندخل على الويزرد او الديالوج، فنعمل انيبل ونقول كونف تي. نعمل التفعيل للبورت، فنقول انترفيس
جيجابت إثرنت 00 ونشغله نوشت. بعدين نروح على ال VLAN ونعرف انترفيس VLAN 10 ونعمل الانكابسوليشن دوت 1Q VLAN 10 ونحط الاي بي ادرس لهذا الراوتر في هذه الفيلان 192.168.10.1 السبنت ماسك 255.255.255.0 ونروح نعيد ال 20 الانكابسوليشن للفيلان 20 والاي بي ادرس وبعدين ل 30 والانكابسوليشن ل 30 والاي بي ادرس ل 30. اوكي الان نقول show حتى يمكن ما يحتاج اعمل show الا ممكن اعمل show اي بي راوت فقط عشان نشوف الشبكة. هذا VLAN 1 او VLAN 10 VLAN 20 و VLAN 30. الان نروح على اخر سويتش ونعرف هذا السويتش. طبعا هذا السويتش التسمية مختلفة. لو قلنا enable show interface status فلاحظ عندي جيجابت 01 جيجابت 11 1021 31 41 01 موصلة على الراوتر 41 موصلة على الفيلانز و 11 و 21 و 31 هذه موصلة على السيرفرات. اوكي فالان ابدا الكونفيجريشن حقول انترفيس جيجابت 01 كونف تي انترفيس جيجابت 01 سويتش بورت مود ترانك سويت. اوكي قبلها هنحتاج اننا نعمل VLAN VLAN 10 و 20 و 30. الان نرجع تاني مره جيجابت 01 سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك allow VLAN all وبعدين نروح على 41 حيكون برضو مود ترانك وحيكون برضو allowed all trunks. بعدين نروح على 11 ونقول switch port access VLAN 10 21 VLAN 20 31 VLAN 30. الآن لو قلنا show VLAN brief إذا عندي في VLAN 10 port 11 VLAN 20 port 21 و port 31 VLAN 30. لو قلت له show interface trunk حيقول لي عندك 01 و 41. كذا برمجت السويتشات والراوترز كاملين. المفترض الآن الشبكة الكمبيوترات في VLAN 1 حتاخذ من السيرفر الأول اللي هي الشبكة 192.168.10.0 الفيلان الكمبيوترات اللي في الفيلان 20 حتاخد من السيرفر الثاني اللي هي 192.168.20.0 والكمبيوترات اللي في الفيلان 30 حتاخد من السيرفر الثالث 192.168.30.0. تعال نشوف مظبوط 20 مظبوط 20 مش مضبوطة 20
ماخذة من 10. هل في خطأ في التوصيل؟ تعال نتأكد. هل السويتش موصل صح؟ فعندنا بورت 1 في 10، بورت 1 في 20، بورت 1 في 30. مضبوط. اذا الكمبيوتر هذا ليش ما اخذ من 10؟ يفترض انه ما ياخذ من 10، فهذا الكمبيوتر ما اخذ غلط. طيب هذا الكمبيوتر برضو ما اخذ من 10، اذا هذا السويتش نعدل، نتأكد من جديد. فهذا الكمبيوتر المفترض انه ما ياخذ من 10. هنقول له IP config renew، يفترض انه ياخذ من 20 كده. مضبوط. وهذا الكمبيوتر نخش عليه ونحدث الـ IP config حقه، renew، هياخذ من 30. مضبوط. وهذا كمان هياخذ من 30 المفترض. نحدث IP config renew. مضبوط. وهذا IP config renew. مضبوط. فهذه حتكون من 20 برضه، هذه ماخذة من 10. IP config renew. طبعا هي أخذت مبدئيا IP، ولكن لما تيجي تتصل حتتصل عن طريق الراوتر، والراوتر حيعرف انها ما هي ماخذة الـ IP الصح، وحيرفض الاتصال الى ان يعيد التشغيل او يعمل رينو للـ IP address. 20 مضبوط. وهذا 10 وهذا 10 وهذا 10. هذه الكمبيوترات الان صحيحة. تعال نعمل تيست ونشوف الريزلتس. فنقول هذا تيست من، خلينا نكبر كده، فنقول من الكمبيوتر هذا الى الكمبيوتر الى الراوتر، لانه ابعد نقطة الراوتر. successful. من الكمبيوتر في الشبكة الثانية الى الراوتر، successful. من الكمبيوتر الى الشبكة الثالثة في الراوتر، successful. طيب تعال نشوف الان من كمبيوتر في الشبكة الثالثة الى كمبيوتر في الشبكة الثانية. طبعا اول اتصال ما تم، نجرب مرة ثانية. ثاني اتصال successful. ايش اللي حصل؟ اللي حصل انه عمل discover للconnection في الشبكة. اوريك هي بالsimulation. لاحظ الكمبيوتر في البداية، لنفرض انا ارسلت من هذا الى هذا، فعمل هذا لهذا وهذا، عمل discover. فابغى ارسل من هذا الى هذا، هذول الاثنين ما يعرفوا بعض الان في الشبكة، فحيعملوا discover للراوتينج اللي ما بينهم، فحتلقى يرسلوا في الشبكة spanning tree protocol packets عشان يديسكفر الكونكشن كيف بيتم في الشبكة. فحسرع الاتصال او اسرع السيموليشن، وهعمل التست ما بين هذا وهذا. اوكي. فلاحظ هو في البداية يروح يشغل البروتوكولات اللي ديسكفر النتورك، يروح يشغل الارب يشوف اذا كان في كونكشن اوريدي تم ما بين هذه الجهازين، حيشوف السبانينج تري اقصر طريق ما بين الكمبيوتر والراوتينج كسورس، ومن الراوتر كسورس، ومن الراوتر الى ديستنيشن اقصر باث. فلاحظ الان ارسل لي السويتش الاول، السويتش الثاني، حيبدا يديسكفر الاجهزه كيف متصله، حيرسل الى الراوتر،
إلى السيرفر المتصل في الفيلان، فهو بيرسل على كل الفيلان. أوكي، فلاحظ بيرسل على كل الفيلان ويعرف كيف الأجهزة متصلة في داخل هذا الفيلان. بعدين بيرسل من الراوتر إلى الديستنيشن ويشوف بقية الفيلان كيف متصلة. أوكي، فلاحظ بيرسل إلى بقية الفيلان كيف متصلة الفيلانز الثانية مع الراوتر، ويحولها يجيب الشورتست باث ما بين السورس إلى الراوتر ومن الراوتر إلى الديستنيشن، لأنه أنا بعمل راوتينج ما بين تو فيلان، فيلان 30 وفيلان 10. أول باكت حتاخد وقت عشان ديسكفر، يعمل ديسكفر للشبكة. فالباكتس هذه فيها تايم تو ليف، فبطبيعة الحال ما حيرد اكنولجمنت وحيعمل لك يرد لك فيل لهذا التست. ليش؟ لأنه التي تي ال أو التايم تو ليف للباكتس انتهت وما وصل اكنولجمنت. حنرجع للتست الثاني يكون أخذ وقته الكافي إنه يعمل الديسكفرينج للشبكة وحيرد عليك بسكسسفول. لاحظ دحين بعد كم خطوة حيرد لك هنا failed، ولكن هو حيستمر يعمل discovering للشبكة ويعرف الكونكشن. اوكي، ولاحظ هذه كلها في الملي سكندز. ولاحظ هنا التايم بالسكند كلها الان في الملي سكند، ما وصلنا 1 سكند. فلاحظ بعد 1 سكند قال لك الريزلت فيلد، ولكن مستمر بيعمل ديسكفرنج للشبكه. فانا ارجع اشغل التست مره ثانيه ما بين هذا الكمبيوتر وهذا الكمبيوتر. الان شوف مباشره عرفت الطريق من السورس الى الراوتر، فما يحتاج يرسل لكل الديفايسز، مباشرة يرسل الى الراوتر، والراوتر يكون عرف الطريق الى الديستنيشن فحيرسل مباشرة الى الديستنيشن، والديستنيشن حيرد عليه مباشرة على الراوتر، والراوتر يردها للسورس. فلاحظ ترجع هنا 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 الى السورس ويقول لك successful. بكذا نكون انهينا موضوع الفيلان وتعريف الفيلان وبرمجتها على السويتشز وبرمجتها على الراوتر وعمل كونفيجريشن، وشفنا بعض الكونفيجريشن المختلفة اللي ممكن نعملها. كيف اعمل فيلان مختلفة على 1 سويتش، كيف اعمل فيلان مختلفة على اكثر من سويتش، كيف ابرمج الفيلان على الراوتر. اوكي، فهذه 3 أمثلة أتمنى إنك تراجعها، ونلتقي في الكلاس القادم.